السلام عليكم يا طيبين، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا هذا الفيديو خاص الى الاخ العزيز كابتن رفقت الى القناة مالته والمتابعين في القناة مالته، فان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم همات مثل باقي الفيديوهات بالقناة مالتي. اذا ما متابعيني على القناة مالتي ابدوا تابعوني، ان شاء الله اللينك الى القناة مالتي همات تلقوها بنهاية هذا الفيديو. طبعا اليوم راح اخذكم وياي ان شاء الله في يوم كامل مع احمد. راح اسوي شويه كم مشوار عندي اليوم، شويه التزامات راح التزم بيهن، واكيد السهمات رايح للنادي. عندنا تمارين ظهر اليوم، فخليكم وياي الى نهايه الفيديو، وان شاء الله الفيديوهات القادمه بعد احسن. الحركة الأولى أحاول دائما أبدي بمكنة أو سحب أمامي كحركة أولى، بعدين وراها أفوت عقلة أو ديدليفت أو فشي ثاني، بس دائما اختاروا فشي سهل بالبداية عشان يفوت لكم دم للعضلة ومكان قاعد تدربوه على متحمل العضلة عشان يصير عندكم إصابات. فهي هاي الفكرة، يعني مثل 4 في 12 4 في 16 وصلنا الى نهاية التمرين، وهاي اخر حركة، حركة السادسة. تقدرون تسوون 6 و7 حركات الظهر، انا برايي كلش كافي. هسه راح نسوي هنا 3 في 20، تقدر تسويها ويا اوزان او بدون اوزان، انا بختار ويا اوزان. هاي طبعا تطفي منطقة اسفل الظهر، يعني هاي الحركة دائما نكمل تمرين ظهر بيها كلش مهمة. هواي ناس ينسون يدربون هاي المنطقة، يدربون بس معدة، لازم تكون قوي معدتك وظهرك على مود يكون عندك بالانس بجسمك. فهاي النقطة فكروا بيها. ان شاء الله استفاديت من هذا التمرين البسيط، بس تحفيزي طبعا هو لكم. خلينا نكمل هذا. كملنا التمرين، هسه الساعة 11 وشوية. أنا عادة أتدرب هسه هاي الفترة بالـ9:30 صراحة، من العيد لهسه قاعد أتدرب الصبح، ألحق أكل وجبة واحدة، واللي يعرفون ومتابعيني يعرفون شنو عادة أني أتريق، ما أريد أصوره وما أريد ألحق عليكم لأن مصور وجبة ريو كذا مرة، فألحق أكل وجبة وبعدين أروح للتمرين، بعدين يبدي عملي وراء التمرين. أغلب الأيام يعني بين 10 و12 يبدأ العمل مالتي إلى 5-6 حسب ظروفي. مرات همات شوية نهار يكون أطول إذا عندي شغلات مهمة. فهسه رايح للمخزن أستلم طلبية، حاجزين كراتين قبل فترة، سراح أروح أفوتها، وبعدين وراها طالع ويا صديق أتغدى، وبعدين وراها أقضي مشاويري، وانتو أكيد وياي خطوة خطوة. فخلينا نستمر نهارنا، وإن شاء الله أنتم همات تعجبكم المشاوير اللي راح أسويها وأقضيها اليوم إن شاء الله. Thank you.
المخزن طبعا مالمو وهنا تمشي الطلبيات الكبار ولما طلبيات الخارج همات الحضر في غير مخزن وهمات تنشحن هناك. إلكو واتساب صديقنا إلكو من بوسنيا راح ناكل سوا. يلا ليتس جو. يمكن سألتوا نفسكم ايش راح ياكلون جماعة؟ طبعا انا احاول حتى لما اطلع برا اكل اكل صحي قد ما اقدر. فهاي الوجبة اليوم شيش دجاج شيش لحم وتمن. خلينا نتهنى من هاي الوجبة. Or what do you say, Mr. Elko? قول ألف عافية. Say ألف عافية. ألف عافية. عافياتوز. عافياتوز. هاي اللي يسألني وين أشتري اللحم مالتي. وهذا مزار شات. حضروا الأمور ولا والله برمت الفضحة جاي. تعال شوفها. خلاص عندك عندك دورك يا ابو احمد. ها اقول لك شو اسمه ذني بالعربي؟ اقول فتيل. ها فتيل شو اسمهن؟ فتيل. فتيل فتيل واحد وصيه حسب كل منطقه. هاي باللبناني باللبناني احنا شو سحوله بالعراق هذا؟ حبل الظهر. حبل الظهر. حبل الظهر. حبل الظهر. واحد اثنين ثلاثة. شلون شنو هاي بنا؟ واحد اثنين ثلاثة. راح تطلع على اليوتيوب راح تنفضح. صدقت شيء لا يقول لي لا لا تصورني خايف. اه هاي احلى اوكسجينال الكابتن احمد. يعني مثل اسوي لك دعايه؟ اسوي لك دعايه؟ دعايه ما مشكله على راسي. هسه احلى احلى لحن عند الجماعه هنا. ها؟ مسكر لك. ابوي تحول 50 هاي اللحمه ماشي فيها 30 صح احلى قصاب 100 هلأ جيب جيب هاي 50 كورونا بوري ارني اخونا اوليفر هم جايين هاي يسوق بساعه الخبز. هاو يو دوينج براذر؟ فيري جود. هاي المورد ليك يا برو تاك هان ده فور كومبس. حبيبي بيست فيتامين ماشي جود احلى ابو شهاب والله احلى بسطه بساحة الخضرة. عيوني اللي يجي المال مو ساحة الخضرة يسأل على نوزاد. على راسي عيوني نوزاد. حبيبي حبيبي ابو شهاب احلى ابو شهاب انت الاحلى يا وردة. ساني وشيتك وبطاجه كم كل كواليتي درجة أولى. ولك هاي اللي نقر قيب بيست خوكولاتة أبريكوس نيردو ايت ديم بيبو. ضيفنا هم رقمي كل مرة ضيفنا رقي. يلا ألف عافية. يريد يعرف شو سوقنا هاي فراولة هنا برقية كري فاكهة صيفية وضرب أبو شعب. مشوار جديد رايح هسه البيت أهلي يريد يسوون شوية تغييرات. فواحد من أصحابنا عامل شاطر راح يجي يشوف العمل اللي يريد يسويه. فعلى مود اتفق وياه وإن شاء الله نوصل إلى فتشي زين يوالم مناسب إلى الكل. على مود يبلش يشتغل بهاي المنطقة الأهل يريد يغيرون بها. هي منطقة حشيش يريد يغيروها إلى حجر إن شاء الله. مرح لما أوصل أصور لكم إياها. Yeah, that's it. Okay, إجينا البيت الحجي. هاي المنطقة اللي راح يتغير. هاي إن شاء الله الثيل ونريد نحط حجر.
فمثل ما قاعد تشوفون هاي أموري وهاي وضعي حاليا. مشوار منا لهنا وهسه راح نكمل هذا البروجكت وإن شاء الله يعجبك النتيجة النهائية حجي. إن شاء الله. هو فيتك شاطر. هاي. يلا. شوف لنا فد نقشة حلوة. أي. فد ديكور. إن شاء الله. أي. وهذا هم طبعاً. هذا همت إن شاء الله تريد. هذا لأنه ما كجوا نايلون. أوكي. هذا. أوكي. أي. إن شاء الله أصور لكم نتيجة نهائية فد يوم همت. يلا خلينا نكمل النهاردة. Thank you.